العالم مش واقف، العالم بيتحرك والأفكار كمان بتتغير أيا كان اتجاه التغيير. من بين التغييرات اللي لازم تقف عندها قرار خبر زي الخبر ده بيعكس رد فعل روسيا على ما تبناه البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء أول امبارح بخصوص مواجهة وسائل الإعلام الروسية ووصفه لوكالة سبوتنيك للأخبار وقناة آر تي الروسيتين بأنهم الأكثر خطورة، وبيمثلوا دعاية مضادة بدأت تأثر على فكر دول البرلمان الأوروبي لبس الشقاق ما بين الدول الأعضاء في البرلمان، وده بيمثل تهديد إعلامي للاتحاد الأوروبي. طالب القرار في البرلمان الأوروبي بتخصيص دعم مالي أكبر لوسائل إعلام غربية زي اليورو نيوز مثلا وموقع إيو أوبزيرفر لمواجهة الإعلام الروسي، لأنه الحقيقة اعتبروا في البرلمان الأوروبي أن مواجهة روسيا ما تقلش يعني قوة وأهمية عن مواجهة داعش. القرار اللي بيعكس مفهوم أن الأمن يأتي قبل الحريات اللي بيتكلموا طول النهار عليها في أوروبا والدول المتقدمة، صوت لصالحه 304 نائب وعرضه 197 نائب وامتنع عن التصويت له 208. وهكذا يا سادة الحقيقة نقول ونكرر، الإعلام ليس رفاهية في زمن حروب الجيل الرابع والخامس، الإعلام سلاح وإياك تخوض حرب من غير سلاح. والإعلام الحقيقي هو الإعلام اللي يدي الحصانة ضد كل هجمات التضليل بالوعي وتشكيله والمعلومة الحقيقية الهادفة للتنوير والتنمية والارتقاء بسلوك الإنسان وتفكيره. الإعلام الحقيقي سلاح مهم فتاك ضد تجار الإعلام ووكلاء كل أجهزة المخابرات في العالم. بمعنى أنت لما تبص على قناة آر تي الروسية هي سلاح في إيد المخابرات الروسية، بتنقل وجهة نظرها وبتنقل نظر الدولة الروسية. كذلك البي بي سي سلاح في إيد بريطانيا ومخابراتها ولو ادعوا الحياد. الدوتش فيلا الألمانية سلاح ممول في إيد مخابرات ألمانيا. قناة الحرة وراديو سوا بيتبعوا السي آي إيه والجزيرة الحقيقة اللي بتخدم أهداف أسيادها اللي بره واللي جوه. صوت العرب في وقت من الأوقات في مصر لما الدولة كانت مدركة أهمية الإعلام كان سلاح مصري في توصيل الأفكار المصرية ونشرها في دول العالم العربي كله، حتى الإذاعات الموجهة لأفريقيا اللي عملناها في الستينيات. إحنا كنا مدركين، إحنا كمان كنا سابقين، لكن للأسف تراجع الاهتمام بأهمية الإعلام ودوره وتأثيره. يبقى إيه اللي محتاجينه؟ محتاجين وقفة مع كل فوضى الإعلام في بلادي على كل المستويات. بالمناسبة ما ينفعش نخوض حرب وإحنا من غير سلاح حقيقي. لو عايزين رقي وأخلاق يبقى محتاجين إعلام دولة، عايزين تنمية ونشر ثقافة وسلوكيات عمل وتفكير ناقد يبقى محتاجين إعلام دولة. لو عايزين وعي فاهم يقدر يواجه الإشاعات والتضليل يبقى محتاجين إعلام دولة ومش إعلام حكومة من فضلكم، مش إعلام أرزقية ولا إعلام صوت عالي تغيب فيه الفكرة والمنطق والحقيقة ويسود فيه الجهل والتغييب والصوت العالي والإسفاف. مرة تانية الحقيقة لازم تقول إعلام دولة يفرق كتير جدا ويختلف كتير جدا عن إعلام الحكومة. إعلام الحكومة هو بينقل وجهة نظر الجهاز التنفيذي في الدولة، لكن إعلام الدولة بينقل كل رؤى الدولة في السياسة والثقافة والإعلام والفن والرياضة وحتى كمان أفكار الدولة المستقبلية وعلاقتها بدول تانية وردها واستباقها لكل حاجة ممكن الحقيقة تضر أمنها. من البرلمان الأوروبي وروسيا نروح لفرنسا اللي فيها اليومين دول التمهيد لانتخابات الرئاسة في 2017. فرنسا اترشح في انتخاباتها 2 من رؤساء الحكومة الفرنسية السابقين، الأول هو فرانسوا فيون والتاني هو ألا جوبي، تمهيدا للدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين الوسط اللي هتجري أو هتجرى بعد أسبوع وهيتحدد فيها مرشح التيار للانتخابات الرئاسية 2017. في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين الوسط أو لحزب اليمين الوسط في فرنسا، تصدر رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيو النتائج بنسبة 40%، وخسر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والحقيقة ما أخدش أكتر من 20%، وأعلن انسحابه النهائي من الحياة السياسية. يمكن ما تهتمش كتير قوي بشخصية الفايز في الدول الغربية وأمريكا بنفس منطق هيلاري ولا ترامب،
بمعنى ان لا فوز هيلاري كان بيمثل خطوره اكتر من فوز ترامب، ولا فوز ترامب بيمثل فرصه اكبر من فرصه هيلاري كعرب على الاقل او كمصريين، لان دي دول مؤسسات بتتحدد الخطط والرؤى فيها من سنين ويتحط بدائل ما بتتغيرش بتغير الاشخاص. لكن ما ننكرش ان لكل واحد من المنفذين التاتش بتاعه، يعني لمساته الخاصه بيه هو. ده بقى اللي الحقيقه بيخليني اقف قصاد تصريحات فرانسوا فيون مرشح الرئاسه الفرنسي عن حزب اليمين الوسط واللي متفوق حتى هذه اللحظه في كل الاستطلاعات، وبيتكلم فيها عن تيارات تجار الدين في العالم العربي ومنهم الإخوان. نشوف التصريح ونرجع نكمل كلامنا، بس ركز قوي في تصريحات فيون لأنها مش كلها حلوة ومش كلها وحشة. فيون: Disons les choses, l'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Comment comprendre qu'en Égypte, on inscrive les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes et qu'ils soient accueillis à bras ouverts dans notre pays? Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Moi, je ne parle pas de lutte contre les communautarismes pour ne pas avoir à nommer le problème que nous avons avec l'islam radical. هي تصريحات فيون عن علاقة مستقبل فرنسا بالإسلام عموما وبالتيارات المتاجرة بالدين لمصالح سياسية زي الإخوان لازم تتاخد في سياق أكتر من نقطة. النقطة الأولانية هو صعود التيار اليميني المحافظ في الغرب عموما في السنين اللي فاتت، واللي الحقيقة بيتهم سياسات بلاده إنها مش بس السبب في انتشار تيارات التطرف اللي رفع راية الإسلام زورا، لكن كمان هو نفسه اليمين المتطرف اللي له موقف معادي من الإسلام عموما. يعني فيون على سبيل المثال صدر له كتاب من كام شهر في فرنسا تحت عنوان الشمولية الإسلامية، اتكلم فيها عن خطورة الدين الإسلامي على القيم الغربية والمسيحية ودعا فيها للوقوف والتصدي له بكل صرامة. وده بالنسبة لي الحقيقة نوع من التطرف الآخر، يعني نوع من التطرف المرفوض فكريا على الأقل. ومع تصاعد الخوف العالمي من التيارات الإسلامية اللي أفرزتها سياسات الغرب الداعم للتطرف لخدمة مصالحه زي الإخوان أو السلفيين أو حتى تكوين داعش والقاعدة، هتتصاعد أصوات اليمين ضد الإسلام عموما. ولو تفتكروا ده اللي عمله ترامب لما أعلن عداءه للإخوان المسلمين وأعلن بعد الفوز أنه حيسعى لإعلانهم جماعة إرهابية. لكن يبقى السؤال الحقيقي والجاد، هل الفكر الإسلامي بقى في عالمنا العربي مستعد لطرح رؤية تفتح نقاش حقيقي حوالين القضايا المصيرية اللي بتواجه البشرية وبتخلي سياسيين الغرب في حالة وفاق وتمويل دائم لتيارات العنف اللي رفع شعار الإسلام للتخريب مقدرات وعقول المنطقة في نفس الوقت اللي بيرفعوا فيه راية العنف ضد الإسلام؟ هل احنا مدركين للصورة اللي فيها حالة من الفصام؟ هل احنا مدركين ان الغرب بيدعم الفكر المتطرف والمسلح علشان يعني يسهل اتهام الإسلام والمسلمين بالعنف والتخلف والإرهاب؟ ده سؤال مثلا تشرحه الجلسة اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي وكانت في مطلع نوفمبر الجاري في مجلس الشيوخ الأمريكي مع مايكل موريل نائب رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق وروبرت فورد السفير السابق لأمريكا في سوريا، واللي لعب دور خطير للغاية في إحلال الفوضى في سوريا ونشر كل ملامح الخيبة اللي بنتابعها دلوقتي على الأرض السورية الحبيبة، وكان مرشح لتولي منصب سفير أمريكا في القاهرة بعد آن باترسون ما رحلت في 30 أو بعد 30 يونيو 2013.
الحقيقة هل المجتمع العربي عنده يعني القدرة دي ان هو يسمع جلسة زي دي كان فيها أسئلة واضحة وصريحة عن علاقة الوهابية بالتطرف وعلاقة السعودية بالوهابية؟ هل احنا قادرين على ده ولا برضو هنحط رسنا في الرملة؟ أرجوك ركزوا في الاستماع لهذا التقرير لأنه مهم للغاية. You've used the term global jihadist movement and thus identified the global jihadist movement as the focus of America's fight against terrorism. Isn't it a fact that the global jihadist movement is very closely linked to the teachings of Wahhabism? Yes or no? Yeah, I would say they draw inspiration in a perverted sense, but yes, I would say, and Robert may want to elaborate on that, the two big global jihadists are Al-Qaeda and ISIL. And they draw their inspiration from the Wahhabi strain of Islam, isn't that correct? Yes. And the Wahhabism is a 18th century offshoot of Sunni Islam, which began in the land that has come to be known as Saudi Arabia, isn't that correct? Yes. And Wahhabism seeks to purify Islam by getting rid of a number of human behaviors and practices that it considers to be sins against Allah, correct? Correct. And Wahhabism is a strict, fundamentalist, highly intolerant strain of Islam, correct? Yeah. Correct? And now, isn't it a fact that the Saudi ruling monarchy derives its legitimacy by reliance on the ideology of Wahhabism? You wanna? The Saudis are riding a tiger. The Saudis are riding a tiger. So if you will answer, and what I'm question, saying, what I'm saying, Congressman, isn't it a fact? No, it's. I wouldn't put it that way. I would say it's not a fact that they depend solely on Wahhabism for their legitimacy. They derive legitimacy from a variety of things. One of them is Wahhabism, but it is not the only one. Well. Is it fair to say that Wahhabism is the state-sponsored religion of Saudi Arabia? Yes. The Saudi government sanctions Wahhabi imams in their major mosques. Well, as a matter of fact, the Saudi monarchy promotes Wahhabism through official state-sponsored mosques. And through religious schools known as madrasas all over the world. Isn't that correct? Yes. Yes. And isn't it true that the Saudi government promotes Wahhabism throughout the world based on its oil and gas revenue? Absolutely. The government's revenues, directly or indirectly, help the proselytizing that you mentioned. And the Wahhabism ideology lines up with the ideology of ISIL. Isn't that correct? I would say no. For example, the Wahhabis in Saudi Arabia, the official ones, do not kill Shia. They persecute them. They do not have equal rights. They do not have equal rights, but they don't kill them. However, a Shia in Mosul or a Shia in Raqqa is liable to be killed. Well, yeah, but it's true, though, that the ideology of ISIL lines up with Wahhabism. I would say it's a starting point, and then the Islamic State has taken it several steps farther. Yes. And is it fair to say that Saudi support for the teachings of Wahhabism create fertile ground for ISIL recruitment efforts? I think Saudi promotion of Wahhabism is absolutely a problem in terms of Islamic State recruitment. And so we will be
unable to defeat the global jihadist movement, which is based on largely Wahhabism, which is a state-sponsored religion of Saudi Arabia, without somehow enlisting the support of the Saudi royal family in withdrawing its financial support for Wahhabism. Is that a fair assessment? So in this, in the discussion we had earlier about dealing with radicalization in the first place, that's what, this is what you're talking about, right? I think Saudi Arabia is a center of where that needs to take place. So there needs to be a discussion with the Saudis about their support for Wahhabism and how it should be treated and how they should think about it. So absolutely right. What was the latest amount of arms that we sold to Saudi Arabia? The latest shipment, I think it was, what, $100 million worth of arms? Well, their support for the campaign in Yemen, but the arms sales that occur periodically are in the billions of dollars. مليارات الدولارات. يعني احنا بس اليمن بس يعني بتاعت اليمن دي فيها 100 مليون دولار، لكن في مليارات تانية صفقات تانية. تقف يا طيب بقى في الفيلم عند تعليقات غريبة قوي ملهاش علاقة بالإسلام نهائي، لا من بعيد ولا من قريب. الوهابية فرع من الإسلام، ازاي يعني؟ ازاي الوهابية فرع من الإسلام؟ وكمان السلفية فرع والشيعة فرع، بينما الإسلام يا سادة إسلام بالقلب لله من غير فروع ولا تصنيفات صنفتوها وأساءت للإسلام أكتر ما أساء أعداؤه ليه. فبقت الوهابية ملمح من الإسلام المتشدد، مش الوهابية هي اللي متشددة، والوهابية نفسها دين مش الإسلام هو اللي دين. وبعدين نوصل لمرحلة إن أمريكا مش هتقدر تهزم داعش غير لما توقف السعودية الدعم للوهابية، وكلام عن السلاح اللي بيتباع للسعودية بمليارات وآخر صفقاته لدعمها في حرب اليمن. ده وضعنا الحالي، ده جزء من مناقشات بتدور في الخارج وأكيد المخفي أكبر. لكن اللي يهمني إمتى ندرك إننا في أزمة فكر تصيب مجتمعاتنا بالفقر المادي والمعنوي، وللأسف تجد من يروج لها تحت اسم الدين، فيعني تسيب كل من هب ودب يشوه في الدين، بينما الإسلام أرقى وأسمى. وقبل ما نخرج فاصل مرة تانية، حقيقة عايز أقول لحضراتكم يعني، وقبل ما نعرض تقرير مهم تاني، بس أرجوكم ركزوا مع التقرير اللي اتعرض من شوية ده وفكروا فيه بهدوء. بيساء استخدام الإسلام وبتتصدر تعبيرات لا علاقة لها بالإسلام زي الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين، حتى فيون المرشح الرئاسي في فرنسا اللي بيقول إن إزاي مصر تعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وإحنا نفتح ليهم الأبواب في فرنسا، يجب إعلانهم هم كمان يعني جماعة إرهابية. لا يعنيني الجزئية دي على الإطلاق، لأن الغرب هو من دعم الإخوان المسلمين، هو من دعم داعش، هو من دعم القاعدة، هو من دعم الوهابية بالمناسبة، وسمح ليها بإنشاء المدارس والانطلاق في كل دول العالم. دلوقتي بيقول إن الوهابية هي بذور القاعدة وداعش. الجزئية الأهم من كده، جزئية تانية، إن نفس الغرب ده اللي بيناقش في مجلس الشيوخ ده الوهابية وعلاقتها بالسعودية وعلاقتها بداعش وتأثيرها على التطرف، هو نفس الغرب اللي سامح للسعودية وقطر بتمويل داعش والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة في قلب سوريا. قبل ما نخرج فاصل تاني للمرة الرابعة يمكن أو الثالثة، بنعيد تقرير CNN عن إعلام داعش وإزاي بيجند ولادنا على الإنترنت أو العالم كله، إشارة للرسالة اللي وصلت لنا الأسبوع اللي فات وقريناها مع حضراتكم من أحد المشاهدين اللي فجأة لقى ابنه متهم بالانتماء لداعش على الفيسبوك ومساعدتهم على الإنترنت. أرجوكم خلوا بالكم من ولادكم، أرجوكم تابعوهم، أرجوكم خدوا بالكم من الفيلم ده. السؤال: ما هي الحلوى المفضلة؟ الإجابة: المثلجات على فطيرة تفاح ساخنة. كيف تعتني بلحيتك؟ بالشامبو والزيوت المعطرة والمشط. هل وقعت في الحب في اليوم الذي أسلمت فيه؟ هذه بعض الأسئلة التي ينشرها مجندون مزعومون لدى داعش على موقع Ask FM.
الذي يحظى بشعبية بين المراهقين وبعناوين مثيرة للفضول وفي متناول الجماهير مثل هذا العنوان: أنا مثلك فقط. لا يمكن للسي ان ان التحقق بشكل مستقل من هوية هذا الرجل، لكن المحلل في شؤون الإرهاب مبين شيخ يؤكد أنه شخص يعمل على تجنيد المقاتلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنه مجند يضع نفسه هناك ليتصيد لطفل ما يحاول البحث عن شيء ما، وما إذا كان بإمكانه الاستفادة من هذه المغامرة الجهادية قليلا. شيخ مجند سابق لدى طالبان قبل أن ينشق لاحقا للعمل مع دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، وعلى مدى السنوات الماضية قام بتعقب تكتيكات داعش على الشبكات الاجتماعية الغربية والتي تدار من قبل مجموعة متنوعة من المجندين، كما جمع صورا من موقع انستغرام مثل هذه الصورة قبل أن تتم إزالتها، حيث شبهت قتال داعش بلعبة فيديو تدعى Call of Duty، وكذلك ملصقات دعائية تظهر مختلف الأسلحة الثقيلة وتغريدات أخرى تحث على الجهاد، ومنشورات يظهرون فيها كرجال عاديين يمارسون ألعاب الأكس بوكس، وهنا صورة لوجبة العشاء التي يتناولونها، وهنا أيضا قراء فضوليون يسألون على موقع أسك أف أم عن طبيعة الحياة الزوجية داخل تنظيم داعش، وما إذا كان المقاتلون سيحظون بمنزل أم يأخذون الأموال؟ الجواب $700 لكل زوجة. آخر يسأل ما إذا كان يمكنه الانضمام حتى لو لم يكن يتكلم اللغة العربية. في بعض تلك الإجابات يمكنك رؤية أسماء مستخدمين من موقع كيك لتشجيعهم على المراسلة عبر تطبيقات خاصة، وبينما تستمر العملية بعض المستخدمين يتم توجيههم إلى مواقع أكثر أمنا مثل هذا الموقع الجهادي المحمي بكلمة مرور. وفي تصريح لشبكتنا يقول موقع أسك أف أم إنه يركز على القدرة على فهم وصيد تهديدات محددة. الشركة تقول إنها تقوم بإزالة الحسابات الهادفة إلى تجنيد الشباب، بينما يقول إنستغرام إنه لا يسمح للجماعات الإرهابية مثل داعش بالترويج على الموقع. لكن الشيخ الذي لطالما رصد أنشطة الإرهاب على مدى عامين يقول إن العالم الغربي يحاول تدارك الأمر. التجنيد مستمر منذ فترة طويلة وسوف يتراجع، ولكن قد يتأخر كثيرا لأن الأفراد هم بالفعل هناك الآن وهم جزء من الجماعة وجزء من التهديد، كما يهللون لعودة التهديد. يا رب احمي أولادنا وأهلينا ونور عقولنا كلنا بنور البصيرة والمعنى الحقيقي لعلاقة سامية بالله، رقية بالخالق، ملهمة على قد ما بذلنا من مجهود لفهم المعنى الحقيقي للتدين. التدين مش بالشكل ده، ولا هو الحقيقة له علاقة بوهابية ولا سلفية ولا إخوان. الإسلام هو الإسلام، إسلام القلب. تحية.